أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. وباسمكم دعوني أرحب مشاهدين الكرام بضيفي في الاستوديو الشيخ علي سالم بن عوض الحارثي، أحد كبار مشائخ محافظة شبوة وأحد قادة الجبهات ضد القزاة. أهلا وسهلا بك شيخ علي، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت طيبة، وشهر مبارك على الجميع. وقبل أن تبدأي بأي سؤال، نترحم على شهدائنا وندعو لجرحانا بالشفاء من المولى عز وجل، وفك أسرانا أبطالنا، ونسأل الله النصر والثبات. تفضل. بإذن الله شيخ علي، النصر والثبات طبعا، خاصة في ظل هذه الأيام المباركة. بالتأكيد دعاءنا قلوبنا كلها مع أبناء المقاومة أينما كانوا، في عدن، في لحق، في الضالع، في أبين، في تعز، في كل بقاع الوطن. شيخ علي، ونحن نتحدث عن شهر رمضان الفضيل والأدوار التي قامت بها المقاومة هناك، هناك أيضا حاجة ملحة لدعم هذه المقاومة، لدعم الصمود، ولكن هناك تراخي في هذا الأمر. التراخي ليس مقصود. أنتم تعرفون أن الغازي كان يمتلك كل شيء في الوطن، وليس بأيدينا أي شيء أبدا. كان القوات المسلحة، الأمن، الأسلحة، الإعلام، المال، البنوك، النفط، الغاز، كل شيء بيد هذا الغازي. فالجهود مبعثرة ليست موحدة، وهي ليست مقصودة، لكن الناس كانت عملت باجتهاد. الرئيس عبد الرب منصور عندما حصر في صنعاء، طبعا طوال السنوات الماضية كان ما بيد الشيء، هو القيادات كلها بيد علي عبد الله صالح، ثم رحل إلى عدن ونفس الشيء لم يكن بيد الشيء. وبعدها واصلوا الغزاة الحرب على الشعب بشكل عام في جميع أنحاء البلاد، ولكن قصدت المحافظات الجنوبية الحقيقة لما يكنها علي عبد الله صالح بالعداء، بالرغم أنه المحافظات الجنوبية أو الجنوب بشكل عام كان دولة وقدم كل شيء من أجل الوحدة، ولكن خابت الآمال في مثل علي عبد الله صالح وأشباهه. ثم أتى الفرس بقيادة عبد الملك، فكانت المقاومة اجتهادية ليست منظمة، وليس من يدعمها بطريقة منظمة. ولكن بعد ذلك الشيخ علي بدأ التنظيم. نعم، أنا أقصد كان لابد من دعم ملموس وواضح لنختصر ونختزل المدد الزمنية التي بدأت يعني تطول. وجد الدعم، نعم، ولكن بطريقة نفس الشيء، أخطاء موجودة، نعم، ليست مقصودة. لأنه القيادات الميدانية مثلا ليس هناك تنسيق، مثلا في شبوة عدة جبهات قتالية، في عدن عدة جبهات قتالية وعدة قادة وناس مجتهدين. علي عبد الله صالح دمر العساكر على أساس ما في عندنا أي ناس تعمل بانتظام، فكان مفاجئ الحرب هذا لنا. لكن بدأ العمل من خصوصا من شهر بدأ الترتيب، وبدأ الدعم يصل بطريقة منظمة، وبدأت الناس تلتف حول بعضها، بدأ التنسيق، بدأ التواصل. فلهذا كان هناك ثبات ضد عشرات الآلاف من القوات المسلحة، من قوات علي عبد الله صالح ومن قوات الحوثي وميليشياتهم المدربة من إيران. وعلي عبد الله صالح يدرب طير 33 عام ويمتصل أموال، والحوثيين إيران يعني من عام 90 أو من عام 88 أو 86 وإيران بدأت تعمل في اليمن، ولكن بطريقة كانت غير مكشوفة. شيخ علي، وأنتم يعني من مشايخ
محافظة شبوه التي طبعا صدمت بالألوية الأربعة التي كانت تعلن ولائها للشرعية، وبعد ذلك اتضح بأنها يعني مع الانقلابيين، وبالتالي تبدلت الأمور هناك وبدأت المقاومة الشعبية بترتيب صفوفها. الآن ما الذي تعد له محافظة شبوه بمشائخها؟ محافظة شبوه الآن تعد لها توحيد لصفوف المقاومين، يعد لها توحيد جبهة منتظمة، سيكون هناك توحيد شعبي وتوحيد عسكري. نعم. وجاري الآن على التنظيم في النواحي الشعبية اللي هي القبلية والنواحي العسكرية. أنا ما أحب الحقيقة أنطق قبلية لأنه في شرائح أخرى كبيرة غير القبائل، فأنا أقول الشرائح الشعبية أو المقاومة بشكل عام. العسكريين الآن بدأوا ينتظمون وهناك تدريب وتعيين عين قادة عسكريين للعمل، والآن رئيس هيئة أركان موجود، نائب رئيس هيئة أركان، رئيس عمليات موجود، فالحمد لله في بداية. ولكن شيخ طيبة. علي، هناك من يشكو من شباب المقاومة هناك في شبوة بأنه يعني تركوا في بعض الأماكن دون دعم بالسلاح، دون السؤال حتى يعني إلى أين وصلوا. الحذر في الدعم بالنسبة للسلاح هو قائم والأموال، لسبب الخوف من أننا نتحول إلى مثل دول سبقتنا مثل ليبيا أو سوريا، فلهذا الآن تحاول الناس أن توحد الجهود من أجل أن لا نصل إلى ما وصلنا إليه. إذا كنا بنستمع لشباب الحقيقة بدون قصور فيهم، كل مجموعة من الشباب يريدون دعم مستقل، هذا غلط الحقيقة، سيؤدي بنا يعني سنتفاجأ بعد فترة قليلة من الزمن إلى أننا وصلنا إلى مراحل غير قادرين للسيطرة على هذه الجبهات المتعددة. نعم، ولكن بالفعل شيخ علي هو بالفعل قد يكون يعني هذا قد يؤدي إلى مشكلة، ولكن أيضا بالمقابل أيضا هو قد يؤدي أيضا إلى مشكلة أخرى، وهي قد يكون يعني دور هؤلاء الشباب في منطقة يعني حساسة جدا، وبالتالي الدعم لهم في هذا الوقت مثلا بهذا التوقيت بهذا الكم مثلا من السلاح قد يحدث مفارقات كبيرة في مسألة حسم المعارك. صحيح صحيح، ولكن التحسس اليوم موجود، إذا دعمنا مثلا 50 شاب لوحدهم بكرة النهار ظهروا لنا في نفس المديرية نفسها، ظهروا مجموعة أخرى قال لك لا احنا نريد لنا دعم لوحدنا، ظهرت لنا مديريات أخرى تريد الدعم، ظهروا لنا مشايخ آخرين يريدون دعم، ظهر لنا أعيان آخرين يريدون دعم، ثانيا يحصل ردة فعل، إذا لم تعطي الكل تحصل ردة فعل أنه أنا ما يعني ما أعطيتني أنا بذهب للطرف الآخر مثلا، هذا غلط. نحن نريد العمل أن ينظم، ينظم سواء المقاومة الشعبية أو العسكرية، نصبر قليل، أيام كلها أيام، أنا متأكد كلها أيام محدودة وسيصلهم الدعم. مثلا جبهة الضالع منظمة ما وقف الدعم أبدا عليها، الإسقاط واصل. سنتحدث عن الترتيب الذي حدث في محافظة الضالع وكيف تطور الأمر إلى تدريب العشرات بل المئات من الشباب هناك، ولكن نأخذ اتصال من الدكتور محمد الزعوري ناشط سياسي في منطقة الصبيحة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بك أختي العزيزة. رمضان كريم وكل عام وأنتم صامدون يعني بكل قوة بإذن الله ضد ميليشيا الحوثي وصالح هناك. دكتور محمد، ما الذي يحدث في الصبيحة وما حقيقة الضربات التي كانت خاطئة في المنطقة؟ نعم أختي العزيزة، اسمحيني في البدء نشكركم على هذه الاستضافة، كما نتقدم بتهانينا لشعبنا بحلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا في العام القادم. وقد تحققت أماننا في دحر الغزاة وفي تأكيد حياة كريمة ينعم فيها شعبنا بالخير والرفاه، ويكون قد تخلص من هذه
الطغمة الحاكمة التي تسمه اليوم سوء العذاب وتتحكم بمصيره ومصير أجياله بإذن الله دكتور حياتي. محمد، بفضل صمود المقاومة الشعبية وبفضل الله أولا وأخيرا. نعم، في ما يتعلق بالمقاومة في الصبيحة، نعم أختي العزيزة، كما تعلمون أن هناك جبهة في منطقة خور العميرة وجبهة أخرى في منطقة الرجاع، وقد شهدتا في الأيام الماضية حركة من عمليات التنظيم المستمرة التي أقيمت وقام بالإشراف عليها نخبة من العسكريين من أبناء الصبيحة ذوي الرتب الرفيعة، وأيضا تمكنوا من تجميع العسكريين في معسكرات، وأحدهما في معسكر خور العميرة والآخر في معسكر الخطابية المتقطر الباحة، واستمرت عملية التدريب لفترة معينة، واستطاعوا هؤلاء العسكريين أن يشكلوا قوة مناسبة لولا عدم وجود الدعم المنظم الكافي لهذه الجماعات العسكرية لمواجهة العدو. في الأيام الماضية في خط الرجاع في جبهة طور الباحة تحركت هذه القوة العسكرية بقيادة الضابط العقيد نجيب الشوت باتجاه منطقة مصنع الحديد في خط الرجاع، محاولة بتحريره والاستيلاء على مثلث عمران الاستراتيجي الذي يستخدمه الآن الحوثة في إمداد قواته لمحاصرة بعض مناطق عدن، خاصة دير أحمد وصلاح الدين ودير فضل. هذه القوى المكونة من عدد من يعني من ضمن النهاية من الشباب الذين تطوعوا من العسكريين السابقين أيضا في الجيش في منطقة خط الرجاع، إلا أننا فوجئنا للأسف الشديد بطائرات التحالف العربي بالقيام بعملية قصف خاطئة ربما نتيجة لعدم وجود الحداثيات الصحيحة، فسقط الكثير من الشهداء. أولا عندما أقدمت إحدى طائرات التحالف العربي باستهداف حافلات نقل الركاب المدنية، ثم بعد ذلك استهدفت الموقع المتقدم للمقاومة. في هذا اليوم الخميس كانت المقاومة تحاول اقتحام معسكر أو محاولة اقتحام مصنع الحديد والاستيلاء على مثلث الرجاع، إلا أنه للأسف الشديد أيضا جاءت طائرات التحالف العربي وقصفت في عمق موقع الجبهة وأي في الموقع الخلفي في الخط الثالث الإسناد، وأسقطت حوالي 4 شهداء وتدمير سيارة كانت تنقل المؤن لمساعدة المقاتلين الموجودين في الجبهة. نعم دكتور محمد، هل كان المنطقة التي تم توجيه الضربة الجوية فيها كانت المكان بالأصل يعني تابع لميليشيا الحوثيين في الأيام الماضية؟ للأسف الشديد أختي العزيزة، عندما نتحدث عن هذا الموضوع نصاب بالألم والمرارة لما أحدثته هذه الضربات في معنويات المقاتلين، وأيضا في انهيار الجبهة بشكل كامل نتيجة لعدم الدقة في تصويب الضربات. قبل أمس ونحن في الموقع وأنا كنت حاضر هناك، جاءت طائرة التحالف العربي فاستهدفت سيارة من مدنية من أحد أبناء طول الباحة، فقتلت في داخل هذه السيارة 4 رجال، منا أحدهم دكتور. وبعد 5 دقائق تقريبا استهدفت نفس الطائرة حافلة لركاب مدنية يوجد فيها حوالي 8 أطفال أو 8 من أسرة واحدة بينهم امرأة حاملة في الشهر الأخير. نعم دكتور محمد الزاوري، يبدو أننا نتجه بالحوار بمعنى أن هناك إحداثيات خاطئة واليوم تستهدف المقاومة ذاتها وأدت إلى انهيار
المقاومة والاستفادة الحوثية من هذه الضربات التي وجهت المقاومة ولم يستفيد منها المقاومة في الصبيحة. نعم دكتور محمد، إذن ما هي رسالتكم لقوى التحالف؟ رسالتان لقوى التحالف هي أن تقوم بواجبها بشكلات صحيح، أن تقوم بدعم المقاومة أولا الاستناد العسكري من خلال الضربات القوية، وأن يتم التنسيق المباشر مع القادة العسكريين الميدانيين الموجودين على الأرض، وعدم الاعتماد على أطراف وأفراد وأمراء لا نعرف عنهم شيئا يتحدثون من المنازل. نحتاج نحن في الجبهات إلى السلاح، لا يوجد السلاح أختي العزيزة لدى المقاومة. نحن في طور الباحة، ذهبنا اليوم لنقتحم مصنع الحديد، والعدو يمتلك المدافع ويمتلك الدبابات والمصفحات وأسلحة ثقيلة، ونحن لا نمتلك إلا أسلحتنا الشخصية، وأقول عليك بمرارة نحن لا نمتلك إلا أسلحتنا الشخصية، وكانت محاولة فقط لإثبات أننا موجودين. وسقط اليوم حوالي 11 شهيد وثمانية جرحى نتيجة لقصف الطيران، بينما لم يتمكن الحوثي من قتل فرد واحد منا. قتل القادة اليوم قتل قادتنا بقصف الطيران. نحتاج نحن من القيادة، إذا كانت هنا قيادة أن تنظر لهذه المقاومة التي تفطر ملاحم بطولية على الأرض دون أن يلتفت إليها أحد، دون أن يدعمها أحد. دكتور محمد الزعوري، ناشط سياسي في منطقة الصبيحة، شكرا جزيلا لك. شيخ علي، يعني بنتحدث عن موضوع الإحداثيات وما يجب أن تقوم به الفرق التي تعمل هنا في الرياض، ومدى ضرورة التنسيق أيضا مع القادة الميدانيين هناك. أختي الكريمة، موجود التنسيق، والإحداثيات تؤخذ بدقة متناهية. أنا عضو في إحدى غرف العمليات، ويسجل الأحداث باسم الشخص وتدرس ويتم الاتصال على الأرض حقيقة، لكن أحيانا بتكون الجبهة تعطى الأحداثية، العدو أحيانا ينهزم من الموقع، يستعجلون المقاومين يحتلوا الموقع، الطيران يكون أقلع الطيران مثلا، وهذه الحقيقة هي أخطاء قليلة، يعني إحنا لا نبالغ في الموضوع، أخطاء، ولكن هي دائما أخطاء قد تكون يعني قليلة بسيطة، لكن قد تحدث يعني أثر نفسي كبير لدى المقاومة عندما تذهب وتتجه لتحرر يعني منطقة معينة، وده الأمر يتكرر مثلا للمرة الثانية على سبيل المثال، يتكرر مثلا للمرة الثانية، فيكون مثلا في خوف وتردد لدى المقاومة أن تتجه للموقع هذا، لأنه لا قد يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بأنه ما زالت الإحداثيات قائمة على هذا المكان، أنه تابع لميليشيا الحوثي وصالح كفا، وبالتالي عدم الذهاب إلى هناك. أختي كفاء، في مبالغة في الموضوع تماما. نعم. الأخطاء نادرة حقيقة، والأخطاء حتى أفعالها صحيح ممكن تستغل إعلاميا. نعم. حتى العدو، حتى ضعفاء النفوس، استغلال الإعلام دائما الحقيقة هو موجود، والحذر أنا لا أدافع أبدا والله، الحذر مطلوب، ولكن لا نبالغ في الأخطاء اللي تحدث. عندنا آلاف الأهداف على مستوى البلاد، آلاف الأهداف تم رصدها بدقة وتم فكيف لما تعمل المقارنة بالأخطاء تعتبر لا شيء. عندنا الأهداف مثلا في العواصم مثل صنعاء، واستهداف أماكن محددة، مخازن أسلحة وتكون بين البيوت، هم يتعمدون ميليشيا علي عبد الله صالح والحوثي يتعمدون أن يخزنوا في أماكن، فتكون هناك ضربات دقيقة جدا جدا حقيقة، وهناك تحاشي في مواقع مثلا للعدو، والله يتحاشونها من أجل ألا تضر بالمواطن أو الإنسان البريء. بالنسبة للجبهات قليلة جدا ولا نبالغ فيها الحقيقة، ولا أدافع على أحد، ونحن نحقق عندما دائما عندما يحدث مثل هذا نعود دائما من هو صاحب البلاغ
الإحداثية سجلت باسم من؟ ومتى تم وضع هذه الإحداثية وبالتالي ربطها بالعدو؟ نعم ربطها بالحدث. ومتى؟ هل كان العدو موجود هنا؟ متى البلاغ؟ ومتى الضربة حصلت؟ إذن إمكانية متابعة الأمر ويعني معرفة يعني مدى دقة الإحداثية هذه ومن الذي قام بوضعها ومتى في أي فترة زمنية وبالتالي إمكانية أيضا المحاسبة. وأطمن لسنا مخترقين أبدا نحن حتى إنه عند ناقشنا مرة موضوع جاني بلاغ من من مثلا في شبوة إنه كان في ضرب للطيران محدد في 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 مكان ما. كان اتصال من نفس الجبهة بنفس الوقت أنه علموا بالضربة قبل 20 دقيقة. نعم. فأخلوا الموقع. بعدين جلسنا نحقق في الموضوع وجدنا أنه في جبل شعيب هناك رصد وهو مدني تابع المطار المدني. نعم. يرصد على مدى بعيد دخول الطيران فيرصدون الدخول الطيران الأجواء فيعطون إشعار بالانسحاب بالانسحاب من الأماكن يعني لأنه فكرنا أن قد نكون مخترقين حقيقة فما في شيء أبدا يهمل حقيقة. بالتأكيد يعني ما زالت أيضا وسائل الاتصال بيد طبعا ميليشيا صالح والحوثي إلا فيما ندر من وسائل الاتصال ولكن هي أيضا رسالة للتحالف يعني بأنه يجب يعني أخذ الحيطة والحذر في الإحداثيات أيضا الانتباه أكثر لهذه المسائل لأنها قد تؤثر بشكل كبير على شباب المقاومة الموجودين تحديدا في المناطق الجنوبية لأنه في نصر يعني جنوبي واضح وبالتالي الأثر قد يكون عكسي على شبابنا هناك. سنتحدث عن محافظة الضالع وما حققته محافظة الضالع ولكن قبل هذا وذاك سنتحدث عن جزئية مهمة حدثت اليوم في جنيف طبعا حادثة التي قامت بها الزميلة الصحفية ذكرى العراسي. الزميلة ذكرى العراسي هي صحفية بدأت وانطلقت من صحيفة الأيام كانت ناشطة وتكتب الكثير من التحقيقات الصحفية التي كانت تؤخذ في فترة تولي صالح بالنسبة للصحفي بالكثير من الحيطة والحذر لأنك بتدخل في مناطق حساسة من بينها الأدوار الأمنية التي تقوم بإدخال المخدرات والحشيشة إلى محافظة عدن وتم التعرض للأستاذ ذكرى وكذلك لاقت أكثر من تهديد وهي تزاول مهنة الصحافة في محافظة عدن ولكنها اليوم جاءت تتحدث باسم عدن ولكن بلغة الفعل حذائها طبعا عمل اليوم حاجة كثير بصراحة نحن مبسوطين أنه ما زلنا على اتصال بإخواننا في الخارج وما زال هناك أيضا رسائل توصل رغم التعتيم الإعلامي الذي تمارسه بعض الدول هنا وهناك. نذهب إلى هذا الفاصل حول هذه الحادثة ونعود مشاهدينا نتابع هذا الفاصل بهذه الحادثة محرمة دوليا في استهداف المواطنين في محرمة دوليا في استهداف المواطنين في خلينا
تحية لذكرى العراسي، تحية لكل أبناء الجنوب في جنيف. شيخ علي، طبعا ذكرى أثلقت صدورنا هذا المؤتمر الذي أعدت له إحدى المنظمات هناك في جنيف. طبعا تم اعتماد اسم إحدى الصحفيين الحوثيين كممثل للحراك الجنوبي، وبعده بساعات وبعد أن قام أبناء الجنوب بإرسال رسائل إلى المنظمة بأنه هذا الحوثي لا يمثل أبناء الجنوب ولا يمثل أيضا الحراك، وهناك مهزلة كبيرة كانت قد تحدث بالأمر، تم إعادة الدعوة من جديد بحذف الصحفي العماد وحذف اسمه طبعا من القائمة وأيضا الصفة من الحراك. ولكن جاءت ذكرى اليوم لتعطيهم درس آخر بأن الشعب يرفض هذه الميليشيا يعني شكلا ومضمون. سيدتي الكريمة، بالنسبة للمؤتمر جنيف، الحقيقة أنا من الناس اللي اعترضوا ومعترضين على ذهاب. نعم. الحقيقة نحن لدينا قرار 22/16. نعم. كان من المفروض أن لا نذهب، في قرار يجب أن ينفذ. نحن لماذا نذهب؟ نذهب ليش؟ ما في شيء. جربنا هذا الناس، جربنا علي عبد الله صالح والحوثي، لا يمكن أن يلتزموا أبدا أبدا، وهي المسألة هي مماطلة. نعم. إطالة الوقت، هم لا يتورعون، يعملون على الأرض. الهدف هو أن التحالف يوقف الضربات الجوية، أما هم مستمرين على الأرض يعملون. فلهذا والله لست وعارض الذهاب، واعتبره انه غلط ابدا اتخاذ القرار للذهاب. الامم المتحده يجب علينا ان لا نعول ابدا على الامم المتحده. هناك تحايل، يقرروا يصدرون قرار 22/16 واليوم يتحايلون عليه للذهاب. طيب اذهب ليه؟ قرار، نفذوا قرار اذا اردتم. نحن ملتزمين، نكتب لهم خطيا ونحن هنا نقول لهم نعم ملتزمين، نفذوا قراراتكم، ما أردتوا منا حاضرين للتنفيذ. أما أن نذهب لماذا؟ هناك حديث عن مسألة الانسحاب من محافظتي عدن وتعز، ما صحة ذلك؟ لا يمكن أن ينسحبون. وأنا أقول لك شيء، هناك إعداد مثل ما أعده صحفي باسم الحراك الجنوبي، الآن يعدون ميليشيات من عندهم وممكن تستلم المدن من ميليشيات علي عبد الله صالح الحوثي. يرفع العلم الجنوبي ويقول لك نحن يعني جنوبي. احنا لا نتكلم باسم الجنوب اليوم. نعم. ولا نتكلم باسم الشمال، باسم الوطن الان. نحن نتكلم باسم شرعيه، ونتكلم باسم قرار 22/16. هنا نتكلم باسم شرعيه فخامه رئيس الجمهوريه. اليوم حتى اسم الحكومة الشرعية ما يجب أن نتحدث، خلاص الحكومة اليمنية، الآن لدينا حكومة يمنية ورئيس يمني. عندما نقول شرعية معناته أننا نضع ند آخر أبدا. ولكن الشيخ علي، هو هذا ما حدث أصلا في اليمن، هناك انقلابيين وهناك يجب أن نقول انقلاب لهذه هنا نقول انقلاب. الانقلابيون ويجب أن لا نفاوضهم ولا نجلس معهم أبدا أبدا. نحن ويجب علينا أن نعمل على الأرض. هل هناك ضغط دولي على؟ نعم نعم نعم. أنا أقول لك حتى المنظمات جاتني الأخت الدكتورة صديقة إبريل. نعم. يمكن قابلت الكثير قبل مؤتمرنا بليلة، فقالت لي هل أنتم ممكن تذهبون إلى جنيف؟ قلت لها أنا بالماذا؟ في أحد وقف معنا لما جونا أمريكان تقولوا لي اذهبوا إلى جنيف، ليه نذهب؟ أحد سأل فينا؟ ما حد سأل علينا. وين أمريكا منا؟ ولا سألت فينا. أمريكا إلى اليوم تتعاطى مع علي عبد الله صالح ومع مع 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 الحوثيين. وهي من سعى لهم بهذا الموضوع إلى اليوم.
إذن الضغط. الشيخ علي، إذن ما الذي يجب الآن على السلطة الشرعية؟ ما الذي يجب الآن على التحالف وفي مقدمتهم طبعا المملكة العربية السعودية والشعب اليمني طبعا خاصة في الجنوب بيعول كثير على دور المملكة العربية السعودية؟ نحن نقول نشكر والله ليس هناك قصور أبدا من الأخوان في المملكة العربية السعودية ومن دول التحالف، أخوانهم مجلس التعاون الخليجي ومن معهم من الدول العربية والإسلامية. القصور عندنا نحن. أنا أقول علينا الحكومة أن تذهب على الأرض، وأنا من الناس اللي استعدوا والآن أعلنها من هذا المنبر مستعدين للذهاب، نقرر إحدى المحافظات ونذهب إليها. الحكومة تذهب على الأرض وتتعاطى على الأرض كما في الخارج، أبدا نحن نذهب على الأرض والناس ستتعامل معنا من الأرض. حتى الأمريكا هناك مناطق كثيرة في اليمن، هناك مناطق ليس هناك، نعم لم يتم يعني دخول عندنا في حضرموت، عندنا عندنا المهرة، عندنا في شبوة، عندنا مناطق كثيرة، عندنا مارب، عندنا موجود أماكن، مطارات، موانئ، لماذا لا نذهب؟ كفاءة الحكومة عليها أن تذهب، والوزير الذي ليس عنده القدرة عليها أن يتنحى، والبديل موجود في أبطال موجودين، ونتعاطى على الأرض كفى من الخارج. نعم نترك رئيس الدولة يكون وطاقمه السياسي اللي مطلوب أن يكون في الخارج هو، أما البقية علينا الذهاب ونتعاطى على الأرض. يعني أنت بتشير للحكومة بما يعني رئيس الوزراء أو نعم الوزراء؟ نعم نعم، عندنا مطارات، عندنا موانئ، عندنا رجال، شكلت ألوية الآن لدينا، عندنا الآن رئيس هيئة أركان، عندنا رئيس نائب رئيس هيئة أركان، عندنا رئيس عمليات، إيش اللي يمنع؟ عندنا إمكانيات الآن تسخرت لنا. لماذا نحن متأخرين في هذه المسألة وحسمها؟ أنا لا أعلم الحقيقة ما هي ما وراء الستار، وخاطب أخي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور بحاح، وأنا أحترمه كثير الحقيقة، وأخاطبه من هذا المنبر أن عليها أن يذهب هو وزراء. تحدث خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية عن مسألة الذهاب إلى جنيف للمشاورات وعدم القفزة على يعني ما قامت به المقاومة، بأنه هم خاضعين بالأخير لأدوار المقاومة. وتحدث في البارحة عن مسألة يعني الرد الصريح لميليشيا صالح والحوثي حول مشاورات جنيف، وذلك باستهداف إحدى منازل الأعضاء يعني إحدى الأعضاء السبعة الموجود معهم في المشاورات هناك. ليس بالجديد، وتكبير مسألة منزل واحد قصدوه، يقصدوه هذا قصدوه شعب بكامل، يدمروا أسر، يدمروا شعوب كاملة بأسلحتهم، لا يتورعون من شيء أبدا أبدا. وأنا أقول إنه العمل على الأرض هو الأساس، طالما أنه وجدت الإمكانيات علينا الذهاب إلى هناك. حتى عدن عندنا القدرة أن نذهب إلى عدن، عندنا كثير من المناطق في عدن، عندنا ميناء في عدن، عندنا مناطق محررة في عدن، نعم. لماذا لا نذهب؟ وكذلك الضالع التي يعني تم تطهيرها، عندنا ضالع، عندنا بالحف في شبوة، ميناء. نأخذ اتصال من محافظة الضالع مع الزميل فارس الحسام من محافظة الضالع. فارس أهلا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. فارس، كيف هي الأوضاع في محافظة الضالع؟ كيف هي أوضاع المقاومة هناك التي قامت بترتيب وإعادة صفوفها بشكل يعني منظم؟ نعم، أول شيء مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم، ورمضان كريم على السادة المشاهدين جميعا. علينا وعليك إن شاء الله. طبعا محافظة الضالع تعيش حتى اللحظة نشوة الانتصار، وتعيش لحظات تكاد تكون معدومة منذ 25 عام. الضالع كما تقولون أنتم أيضا، الضالع قامت المقاومة بترتيب أمورها مرة أخرى، قامت بتدريب كتائب قتالية، شباب جميعهم يمتلكون الحماسة القوية للدفاع عن الأرض والعرض. الضالع أنتجت نستطيع أن نقول حتى اللحظة جيشا منظما ولو كان صغيرا،
استطاعت السيطرة على ما يقرب حتى اللحظة 99% من مساحة الضالع. لم يتبقى سوى مساحة كيلومترين هي منطقة سناح، يتم حاليا التعامل معهم هناك. قامت بترتيب أيضا الأمور الأمنية في أحياء المدينة، مدينة الضالع. تستطيعون أن تسجلون أن الضالع هي المحافظة الوحيدة التي لم تسجل فيها حالة نهب واحدة. استتب الأمن في الضالع، نعم، رغم المأساة، رغم الحصار، رغم الدمار، رغم شحة أو شح الإمكانيات، لكن الضالع استطاعت أن تقف، تصمد، أن تقف مرة أخرى على قدميها. حتى اللحظة المقاومة الجنوبية استطاعت تخريج 8 كتائب أو 8 دفع قتالية، والدفعة التاسعة حسب ما وصلنا تخرجت يوم أمس، مهمتها حماية المنشآت، حماية المتاجر. تستطيع أن تقول أن معظم المتاجر هي مغلقة لكن يتم حمايتها. كل شيء في الضالع يبدو صحيح أن هناك رغم الألم، لكن الأمل يبدو أنه بدأ يظهر. نعم. في الضالع فارس، لو تحدثنا عن طبيعة هذه الكتائب التي تم إعدادها في الضالع، يعني يتبين من بعض مقاطع الفيديو والصور بأنهم من فئة الشباب أولا، ولكن هل هم من محافظة الضالع فقط أم هناك يعني شباب انضموا من محافظات مجاورة؟ نعم، نستطيع أن نقول أن الضالع أو أن المقاومة الجنوبية في الضالع استطاعت أن تتفرد بميزة عظيمة جدا، وهي أن فئة المقاتلين لم تسجل فيهم حتى حالة واحدة أقل من 18 عاما، يعني كلهم من سن 18 وما فوق. هذا أولا بالنسبة لموضوع أنهم من فئة الشباب. نعم، الشيء الآخر، الأغلبية التي تخرجت هي من الضالع، صحيح نستطيع أن نقول أنها أغلبية ساحقة. ينضم أيضا إليها من لحج، من ردفان، من يافع، من عدن، من الصباحة، من حضرموت، من المهرة، من كل المحافظات بصراحة، يعني بالنسبة للمحافظات الجنوبية استطاعت أن تسجل دمجا واضحا بين المقاتلين من كل هذه المحافظات، حتى التي قاتلت في الضالع. لدينا شهداء من يافع، من حضرموت، من المهرة، من الضالع أيضا. هذا على ما يدل أنه أن المقاومة لم تستثني أحدا في ذلك، أنها ذات بنية واحدة. وفي مداخلات سابقة قلنا لكم أن المقاومة هي جسد واحد، كنا نعني بهذه الطريقة. عندما نقول أنهم جسد واحد يعني أنها أتت من حضرموت، أتت من المهرة، من شبوة، استطاعت أن تصنع جسدا واحدا للمقاومة. وحسب معلوماتنا المتواضعة، وهي أكيدة، أن المقاومة في الضالع ستصدر عدد من هذه الكتائب. نعم، فارس الحسام، ما هي رسالتكم من الضالع؟ هي رسائل عديدة. نقول مع الانتصار هذا الذي حققته الضالع، والتي سطرت فيه أعظم آيات الانتصار، لكن يبقى الألم شديدا، ويبقى الحصار قاتل في الضالع. منذ أشهر الكهرباء تماما منعدمة، كل وسائل المواصلات والاتصالات، حتى الاتصالات هذه لا نكاد نجدها إلا كما يقولون بالقطارة. يعني إلى متى هذا الصمت على الضالع؟ إلى متى سيظل هذا الحصار على الضالع؟ يعني صحيح أننا انتصرنا، لكن الانتصار له مقومات: الوضع الإنساني، الوضع المعيشي، يجب أن نعيش بشكل طبيعي مثل كل العالم. لكن أن نبقى، نعم الضالع انتصرت، لكن أن تبقى الضالع محاصرة، فهذا موضوع لا يمكن أن يدوم أو أن نسكت عليه كثيرا. نعم، فارس الحسام، كنت معنا من الضالع، شكرا جزيلا لك. شيخ علي، إذن هناك تنظيم، هناك لحمة شعبية، تحدث عن وجود شباب من لحج، من الصبيحة، من حضرموت، من شبوة، في كيان واحد، وكتائب يعني لم يتم استهداف الأطفال فيها، ولكن ما يعني هو أعلى من سن 18 عام، ما يعني أنه يعني شباب يعني قادرين على العمل، لم تصبهم الشيخوخة والهرم في التفكير ولا حتى بالفعل.
نتحدث عن أدوار قامت بها محافظة ضالع أيضا في ظل أيضا التغطية القوية من التحالف العربي. كيف يجب أن نستفيد من محافظة الضالع الآن؟ فلهذا أنا قلت لك إنه كنت تتكلمين إنه الشباب يشكون بعض المحافظات في إعادة ترتيب الدعم. الضالع وحدوا قياداتهم، أعتقد إنه خمس قيادة عندهم، خمس قيادات ميدانية يمكن، وحدوا القيادة والجهد وأطروا أملهم في إطار موحد منظم، وهنا حصل الانتصار. حتى الدعم أنا أعرف إنه هو محاصرينهم، لكن هناك نعمل إسقاط لهم بالأسلحة والأدوية. اللي نتكلم قبل قليل كانوا يكلمون قبل ما أدخل الاستوديو إنه كيف نوصل لهم إن شاء الله أدوية وأسلحة إن شاء الله بإذن الله تعالى منظمين. فلهذا نحن الشباب اللي تقولين يشكون من المقاومة نريد الآن، وأنا أقول في خلال أيام حدث في الضالع هذا الموضوع يجب أن يطبق في المحافظات الأخرى. نؤطر العمل الرسمي الحقيقي حتى الشعبي أن يكون هناك رواتب الآن، الكشوفات تعد، وأطمن الناس أنه رواتب البعض منهم سيكون في اليومين القادمين، والبعض خلال 10 أيام أو بالكثير 15 يوم ستصل رواتب الناس إلى كل المحافظات، إلى الميادين المقاومة ستصل رواتب إلى ميدان القتال، راتب شهري سيكون هناك دعم، بيكون دعم ولكن بطريقة منظمة، وهذا هو النجاح بعينه عندما ننظم العمل. صحيح تعبنا شوي، تأثرنا شوي في الوقت. شيخ علي بس عشان نوضح الكلام ده صادر عن الرئاسة أم عن يعني نعم نعم يعني لجان متخصصة؟ لا 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 صادر نعم عن طريق الرئاسة، عن طريق الحكومة، عن طريق رئيسية الأركان، نائب رئيسية الأركان، رئيس العمليات، يعني بطريقة يعني منظمة. يعني تتحدثون بصفتكم من ضمن اللجان العاملة فيها؟ هذا موجود حتى في ترتيب مع دول التحالف الداعمة لنا بالسلاح جميعهم، أنه ننظم بدلا من أن الدعم الذاتي نحول الدعم إلى دعم منظم، نعرف أين يذهب هذا الدعم. هنا نحجم المخاوف اللي عندنا بحيث لا نذهب مثل ليبيا أو العراق أو سوريا، هذا ويعجل بالنصر مثل ما حصل بالضالع ويخف علينا الخسائر. نتمنى الشيخ علي أن إذا كانت الأمور الطيبة بهذا الشكل نتمنى نعم تحسم، ولكن خلال يعني يوم يومين لأن الناس بالأخير يعني تموت هناك. شيخ علي وأنتم عملتم في ملف الجرحى بجهود يعني ذاتية شخصية، الآن هل تم تأطير عملكم ضمن اللجان العاملة مختصة بشؤون الجرحى؟ ما هي الأدوار التي قمتم بها وما هي الأدوار التي ستستمرون بها الآن؟ سيدتي نحن اجتهدنا قبل التنظيم، تنظيم العمل اجتهاد شخصي. والله إني أتذكر أنه كان أحيانا للساعة 3 بالليل ونراسل الأخوان هنا في المملكة العربية السعودية يشكرون جزيل الشكر على الجهود، في رجال يعملون معنا ليل نهار، والله ليلة من الليالي إلى الساعة 3 إلا شوي، وأرسل له أسماء جرحى لأحد المسؤولين. الساعة 5 الصباح يقوم للصلاة يفتح الواتساب فإذا به يرسل الأسماء، الساعة 9 يكون مداوم، وهكذا إلى الساعة 3 أو 2:30 بالليل في جهد. حاولنا أن يؤطر هذا العمل، فخامة الرئيس أعتقد أنه اجتمع مع الحكومة وطلب تكليف شخص، وأعتقد الدكتور ناصر باعوم كلف أن يقوم بأعمال وزير الصحة، هو نائب وزير الصحة، كلف أن يقوم بأعمال وزير الصحة وتكلف بهذا الأمر مع طاقم معه. لكن المشكلة عندنا في أنه عندنا منفذ واحد فقط اللي هو منفذ الوديعة، واللي الوديعة الناس الآن عالقين فيه عالقين وهناك فيه مشاكل سواء للجرحى سواء للمرضى العدم فشل الكلوي، القلب، السكر، الضغط، سواء النازحين، منفذ واحد فقط. مع العلم أنه
عندي معلومات انهم اخذوا المنفذ الخضراء اللي هم موقف اللي هو في نجران مع البقع، الطاقم حقه جمارك وجوازات، واضافوه الى منفذ الوديعه. ففي جهد يبذل، ولكن في الاف موجودين معلقين بصراحه، عالقين في الـ 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 ولكن امرنا لله، يعني الناس تشتغل بقدر المستطاع. لكن على الاقل اللجان المتابعه لشؤون الجرحى هناك، هناك قصور. نعم، كان يجب ان تقوم بادوار فاعله. علينا ان نعترف بان هناك قصور في الاجتهاد. انا اعتقد انهم لم يقوموا بتكمله العمل الاداري حقهم حتى ينظموا، اللي هم الجانب، جانبنا احنا الجانب اليمني. نعم، مش الجانب السعودي ابدا، الجانب السعودي نفس الرسائل ويعرضون. نعم، علمنا بها بانه المملكه العربيه السعوديه طبعا فاتحه مستشفياتها واطقمها الطبيه ايضا مستعده لبذل المزيد والمزيد، ولكن التقصير مستشفيات داخل عدن، تقصير يمني. نعم، داخل عدن مكلفه المستشفيات بعلاج الجرحى، داخل حضرموت، داخل مكلا، وما عليك الا ان تقدم الفواتير يعالجون الناس هناك، مفتوح الكلام هذا. لكن القصور من عندنا كيمنيين في التنظيم الإداري. حول موضوع التنظيم الإداري وكذا، نحن نتواصل مع وزير الصحة، وهناك وعد يعني بالإجابة على كل هذه الأسئلة إن شاء الله يكون بالحلقة القادمة أو بعد القادمة بإذن الله. كلمة أخيرة شيخ علي. كلمة، أولا أقول لمن هم على الأرض اطمئنوا، النصر قادم، العدو بدأ يترنح تماما لأنه وسع وطال المسافات على مقاتليه، وأصبح الآن يترنح حتى أنه لم يوفي لا برواتب لا بإعاشة ديزل وهكذا. ما عليهم إلا أن يصبروا وأن يؤطروا عملهم مع الألوية اللي الآن تقود العمل في كل الجبهات، في قادة عسكريين عينوا. أرجو أن التواصل بين المقاومة الشعبية مع المقاومة العسكرية، والدعم قادم قادم، الرواتب قادمة في هذا اليومين، الدعم العسكري الآن في خلال الأيام القادمة واصل لكل جبهة إلى مكانهم تماما. هناك تدريب الآن حاصل، الآلاف يدربون لضخم للجبهات القتال بإذن الله تعالى. هناك مجموعة مجاميع من الشباب، عدن الآن تحقق بطولات، والنصر قادم أتوقع في عدن قبل غيرها. الشيخ علي سالم بن عوض الحارثي أحد كبار مشايخ محافظة شبوة وأحد قادة الجبهات ضد الغزاة، كنت معنا في هذه الحلقة وفي أولى الحلقات الرمضانية، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولكن لن نقول لكم إلى اللقاء، ولكن نقول لكم كونوا معنا يوم غد في حلقة جديدة من يومية المقاومة. دمتم في أمان الله.